لانفوكس 8:51 دقيقة وصلنا للانفوكس. شنو انعكاس تأخر تواصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ معنا في المباشر أستاذ الاقتصاد أرام بالحاج. أستاذ صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين وشكرا على الدعوة. مرحبا بك. شنو انعكاس تأخر إلى تواصل صندوق النقد الدولي؟ ومن بعدك باش نجيك في سؤال آخر، كيفاش نجمو نعاملوا على رواحنا؟ أعطينا الانعكاسات أول شيء. والله الانعكاسات الحقيقة احنا نشوفه، معناتها كنا نتوقع بأنه حسب المصادر الرسمية كنا نتوقع بأنه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باش يكون في غضون آخر ثلاثية نتاع سنة 2022، ولكن للأسف احنا جاوزنا ثلاثية نتاع 2023 وما زال ما فماش اتفاق. هناك أمل إلى التوصل إلى هذا الاتفاق في الثلاثية الثانية من 2023؟ يبقى ديما الامل القائم، ولكن فما برشا معطيات معناتها تخلينا نزيدوا فمنش معناتها نشكوا في التواصل الاتفاق. قد نرجع لك على النقطه هذه، خليني نقول بانه يعني التاخير هذا الحاصل لحد اليوم معناتها شفنا الانعكاسات نتاعو اللي ممكن المواطن التونسي العادي ما يحسهاش، والتداعيات تتلخص في الاحتياطي من العملة الصعبة اللي اخترنا أكثر من 30 يوم احتياطي من العملة الصعبة، معناتها في 2023 بما أنه معناتها الموارد يعني فما صعوبات لتعبئة الموارد، الحكومة كانت معناتها مضطرة بأنه تزيد في الأداءات خاصة الأداءات الغير مباشرة، الضغط الكبير على السيولة البنكية. خليني نذكر بأنه ما كان مبرمج هو 7.5 مليار دينار في أوائل 2022، في أواخر 2022 نلقاو رواحنا أكثر من 10 مليار دينار. دونك الضغط على السيولة البنكية لتمويل الميزانية كبير برشا، وهذا يفهم نشي بطبيعة عنده انعكاسات على تمويل الاقتصاد وعنده انعكاسات على الارتفاع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية. كيف توا ولينا نحكيه على اصطفاف تونس ممكن الى معناتها محور معين للحصول على التمويلات اللازمه. يعني الحقيقه التداعيات كوسوا على الصعيد معناتها الاقتصادي او على الصعيد المالي او حتى على الصعيد السياسي والدبلوماسي، خليني نقول هي تداعيات ماهيش هينه. واذا كان الحقيقه تواصل التاخير هذا في ظل الوضعيه الحاليه نتاع الماليه العموميه، ما نعتقدش بانه باش يكون معناتها باهي لينا، خاصه شنو ينجم يصير. شنو ينجم يصير؟ والله شوف نفس الشيء الحقيقه، اذا كان الاحتياطي نتاع العمله نتاعك باش يمشي ويزيد ينخفض، اذا كان باش تكون مضطر باش تعمل قانون او قانون ماليه تكميلي باش تزيد في الضرائب، اذا كان باش يزيد الضغط على السيوله البنكيه بالانعكاسات اللي حكيت عليها أنكور يفوى تخفيض الترقيم لبعض البنوك هذا اللي صار، يعني الحقيقة ماشيين في معناتها في طريق خليني نقول مغلق اللي ذكرنا في منشي في سيناريو الحقيقة الثمانينات. مشكلتنا أرام بالحاج، هل هي في تمويل الداخلي للميزانية أم في وجود عملة صعبة من أجل شراء المواد الأساسية تسحقها تونس؟ والله عندنا زوج مشاكل حقيقة، النقطتين اللي أثرتهم هما في حد ذاتهم معناتها مشاكل. أول شيء مشكل تمويل داخلي، لأنه يظهر لي وصلنا للبلافون حتى البنوك معناتها والتوازنات نتاعها يظهر لي فمنشي اختلت، وهذا فمنشي كما قلت لك معناتها النتيجة كانت تخفيض الترقيم لبعض البنوك وهذا ما ينجمش يتواصل. ثم صعوبات كبيرة برشا لتعبئة الموارد الخارجية، تعرف اللي انت تونس ما خرجتش على السوق المالية العالمية وما عندهاش الإمكانية باش تخرج على السوق المالية العالمية في ظل معناتها الترقيم الموجود. حتى التمويلات الثنائية اللي تستنى فيها تونس جزء منها مربوط بضرورة الاتصال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فلا تعبئة الموارد الداخلية متاحة بالصبغة الكافية ولا تعبئة الموارد الخارجية ممكنة معناتها فمنشي. كيفاش نجمو نعملوا على رواحنا كما يقول رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد؟ و
والله الحقيقة كلام فهمنيش معناتها كلام جميل هذا نعمله على رواحنا ونخدمه على رواحنا. صحيح التعويل على الذات حاجة مهمة برشا وحاجة فهمنيش معناتها هذاك المطلوب، ولكن وقت اللي نقوله التعويل على الذات نقوله فهمنيش الحقيقة معناتها نقوله عودة السياحة إلى فهمنيش مستويات كبيرة برشا، نقوله عودة الإنتاج نتاع الفوسفات، نقوله فهمنيش الإنتاجية نتاع التونسي يلزمها فهمنيش معناتها ترجع أكثر مما قداش ينجم يوفر هذا الكل بزيت الزيتونة بكل الموارد اللي جينا من الخارج، قداش ينجم يوفر؟ شوف على المستوى القريب افكتيفمون سؤال مهم برشا، سؤال مهم برشا، ولكن خليني نقول لك التعويل على الذات واش نرجع لك قداش يوفر، ولكن خليني نقول لك التعويل على الذات راهو صحيح حاجة مهمة وحاجة باهية وهذاك لازم يصير، ولكن لازم وقت، لازم فهمنيش إصلاحات، وإصلاحات فهمنيش خليني نقول في جانبها الكبير موجع. دونك التعويل على الذات هو الحل الامثل، ولكن يلزم وقت. الان الوضعيه قداش على الاقل، قداش على الاقل التعويل على الذات لازم عامين ثلاثه سيلو موين تيرم معناتها. شوف هي 2023 سنه صعبه، وهذا الناس كلها قالوا 2024 اذا كان بدينا في الاصلاحات نتاعنا راهو فهمنيش يمكن الامور تبدا تتحسن. دونك اون اسبير با فريمون الرجوع الى معناتها مستويات نتاع نمو كبيره برشا قبل 2025. قداش ينجم يوفر زيت الزيتونه، الدقله، السياحه، هذا كل قداش ينجم يوفر؟ شوف السياحه فهمنيش في حدود 6 مليار دينار في اقصى الحالات، عملناها وكانت 4.5 مليار دينار، والحقيقه كان موسم طيب. اذا كان عملنا موسم باهي بالكدا بالكدا نجموا نوصلوا ل 6 مليار دينار. التونسيين المقيمين بالخارج اللي قاعدين قايمين الحقيقه بواجب كبير ينجم كيف كيف يوفر لنا 6 الى 7 مليار دينار. عائدات الفوسفات نجم اذا كان فريمون الانتاج كان 3.2 او 3.5 ولي لو بري دو فوسفات مانتنون معناتها هي 830 ولا 840 دولار، هذا ينجم يوفر لنا في حدود 5-6 مليار دينار. يعني تونه مع 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 التمر ينجم يوفر لنا في هاو باهين هذوما، هاو باهين هذوما ما يسكروش هذوما، قلوا احنا ما ينجموش نعاودوا ندوروا بهم العجله باللغه العاميه. شوف ما يسكروش لانك عندك فهمنيش تسديد اصل الدين ب 20 او اكثر فهمنيش من 20 مليار دينار، وخاصه عندك فهمنيش واردات اللي تفوق ال 80 الف مليار، 80 مليار دينار. يعني مهما كانت الموارد نتاعك هذوما من الفوسفات ومن زيت الزيتونه ومن معناتها التمر ومن التونسيين المقيمين بالخارج ومن السياحه، هذوما كليك فهمنيش ما همش كافيين. شكرا جزيلا. تقريبا يمثلوا 20% من 80 مليار دينار. مشكور جدا استاذ الاقتصاد رام بالحاج على هذا التدخل وكل التوضيحات. ساعتنا جايه.